أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلا وبكل جزء من القرآن جزاء اللهم ارزقنا بالألف ألفا وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجر جمالا وبالحاء حكما وبالخاء خيرا وبالدل دليما وبالذل ذكاء وبالراء رحمة وبالذاء زكاة وبالسن سعادة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء فرارا وبالظاء ظفرا وبالعين يمنا وبالغين غنى وبالفاء فرحا وبالقاف قربا وبالكاف كرما وباللام لطفا وبالمن عرفا وبالنون نورا وبالواو حسنا
وبالنار نجاة وبالنار يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحام أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سراك أو بيع لسان أو وقف بغير وقوف أو إطعام بغير مطعم أو إطعار بغير بار أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورغبة عند آلة الرحمة وآيات العذاب. واغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. يا الله اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا. يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط وفي الجنة رفيقا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا آداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة.
وحسن الخير والسعادة والبشارة والإيمان. يا الله يا الله يا لطيف يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلا وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفا وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجر جمالا وبالحاء حكما وبالخاء خيرا وبالدل دليلا وبالذل ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسن سعادة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالفاء ضياء وبالطاء فرارا وبالظاء ظفرا وبالعين يمنا وبالغين غنى وبالفاء فلحا وبالقاف قربا وبالكاف كرما وباللام لطفا وبالمن موعظا وبالنون نورا وبالواو رسلا وبالهاء نجاة وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سوء أو سوء إلحام أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سراك أو بيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إطعام بغير مطعم أو إطعام بغير بار أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورغبة عند آية الرحمة وآيات العذاب. واغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. يا الله
يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله اللهم نور قلوبنا بالقرآن وبين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن يا الله اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مخلصا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا قرى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا آباءً بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان يا الله يا الله يا لطيف يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم